لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا رب النهاردة هنبتدي محاضرة بعنوان نمي شخصيتك. أنا اسمي سليمان علي. إن شاء الله يا رب النهاردة هقدم لكم موضوع، يا رب إن شاء الله كلنا نبتدي، لو ما حد يعني لو حد متأخر شوية عنه يا رب يبتدي يوعى على الأشياء اللي فيه ويطبقها في حياته، وإن شاء الله يا رب اللي لسه هيبتدي اللي اوريدي ابتدى اللي لسه هيبتدي يبتدي يعرف يعني ايه مفهوم التنميه، واللي اوريدي ابتدى يزود على معلوماته. ان شاء الله يا رب نكون كلنا مستفيدين، اللي ابتدى واللي لسه هيبتدي. بالنسبه للعناصر الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده، اول شيء العهود الصغيره، ليه تنميه الذات وما هو مفهومها، القضايا المجتمعيه، التاهيل النفسي وتنميه الشخصيه، لماذا يعتبر أعقل الناس أعذرهم للناس، تنمية الذات والمجتمع، أصل الثقافة ونكسة التنمية، مبادئ تنمية الشخصية. عندنا أربع مبادئ. هو طبعا مبادئ تنمية الشخصية للبحث راح تتضمن مجالات عديدة جدا، بس أنا بصراحة انتقيت منها حوالي أربع مبادئ بس، وإن شاء الله يا رب تكون شاملة للجميع المبادئ اللي قدرت إن أنا أغطيها. كيفية تطبيق مبادئ الأربعة للتنمية الشخصية. أخطر أنواع الجهل، ما هي فائدة وعي وإدراك الإنسان بنقاط قوته وضعفه، قصة نقاط القوة، ما هو الشلل الإنساني، هل يمثل العائق المادي عقبة في طريق معرفة الإنسان بذاته، معركة الإنسان الحقيقية وكيف يتحول إلى محارب فائز وبارع، ما حاك جلدك غير ظفرك، ماهية العقل البشري، التدين الحقيقي، ما هي قضية التربية، تنمية العقل، تنمية نظرتي إلى ذاتي وتنمية نظرة الناس إلي، الروح، انتفاضة الروح، انتفاضة روح. بعض المبادئ الثابتة في تنمية الشخصية، أهمية العمل في جماعة وأهمية تنمية شخصية الفرد في جماعة، تنمية العمل في جماعة. إن شاء الله يا رب يكون الجميع متابع، وإن شاء الله يا رب يكون كله تمام. أول شيء أحب أتكلم فيه بالنسبة للتنمية الشخصية، إذا كان مجموعة رمل بيعملوا لنا جبل صغير أو هضبة صغيرة، وإذا شوية مية متراكمين قطرات المية مثلا المطرة هي اللي عملت البحيرات والمحيط اللي على كوكب الأرض. يعني إيه تنمية الذات؟ يعني إيه؟ تنمية الذات بكل بساطة هو استخدام كل ما تملكه من إمكانات عقلية ومادية ومعنوية بكفاءة وفاعلية للتحول من واقع معين إلى واقع أفضل منشود. يعني إيه تستخدم كل اللي عندك من إمكانيات عقلية ومادية ومعنوية بكفاءة؟ يعني أنت أوريدي لازم يبقى عندك وعي، عندك إن ربنا خلقك في أحسن صورة ومنحك العقل علشان تتميز بيك إنسان عن بقية المخلوقات، وعشان تستغله بكفاءة. بكفاءة يعني إيه؟ يعني معناها إن أنت عندك وعي بيه، وعندك وعي إزاي تستخلص بعقلك حقائق تمكنك من إن أنت تعيش في الكون وأنت سيد الكون كما أراد لك الله. طيب ليه إحنا عايزين ننمي شخصيتنا أو ننمي ذواتنا؟ احنا زي ما قلنا ان كل انسان بيمثل لبنة في صرح المجتمع، والمجتمع اساسه مجموعة من البشر اللي هو اصلا في البداية انسان واحد. طيب لو كل واحد بدأ يتحس كويس وبدأ ينمي وبدأ يعمل، مش ده في الاخير بيسمع؟ اكيد بيسمع وبينعكس. طيب يبقى اذا الاجابة محسومة، انت بتنمي ذاتك عشان تنمي وجودك كشخص في مجتمع بحاجة اليك. تقوليش ان المجتمع مش في حاجة، المجتمع في حاجة لكل انسان، سواء اذا كان انسان عادي او انسان متميز. ليه برضو احنا محتاجين ان احنا نفكر في ذواتنا ان احنا كناس مجتمعيين؟ لان لو الواحد فكر في قضيته لحاله ممكن يفضل طول الوقت عايش لحاله، يعيش لحاله ويجاهد لحاله ويموت لحاله، ولا يمكن حتى ما يكونش عنده جهاد، ما يكونش عنده قضية، ما يكونش عنده في الاخر
يعني انتماء لمجتمعه. لو انت عندك قضية مجتمعية كبيرة او قومية كبيرة، يعني مثلا دلوقتي في الوقت الحالي الدول اللي زي امريكا بتقول لك انا هعمل فوكس على يعني هعمل الفترة اللي جاية تركيزي كله، لان في ثورة في الايباد وثورة في الالكترونيك ديفايس اللي هي الاجهزة الالكترونية. بقت عملية التعليم في امريكا من المتلقي اللي هو الطالب من المدرس اللي بيقف يشرح طريقة بليدة، طريقة ما تقنعش الاطفال. اذا كان طفل بيعمل بيشتغل على الايباد احسن من البالغ واحسن من الكبير، ازاي هتقنعه ان اللي قدامه قادر ان هو ينقل له التكنولوجيا المتطورة دي من خلال طريقة عقيمة؟ فاصبحت امريكا بتعاني من طفرة مش قادرة تطبقها على المجتمع، فقالت خلاص انا الفترة اللي جاية هسخر كل الامكانيات اللي عندي، امكانيات علمية ومادية، ان انا اوصل لطريقة ان هي تغطي كل الثغرات اللي عندي في التعليم، واقدر اقنع الطفل والبالغ انه في طريقة متطورة اقدر اربط بين الطريقة الكلاسيكية للتلقين والتجريب مع الالكترونية المتقدمة. طب لما امريكا بالذات نفسها اوباما عنده انتماء لقضية تنمية التعليم، ده لما يبقى عند مجتمعية عمرهم ما هيبصوا على الحاجات الشخصية ويتخيلوا ان هي دي قمة رسالتهم في الحياة. لو انت عندك قضية مجتمعية مثلا زي قول تنمية التعليم في مصر، مكافحة المرض في مصر، مصر اثبتت ان هي عند اكبر نسبة من الناس المصابين بفيروس سي. لو مصر قالت انا خلاص هعمل خطة ان انا كافح بيه، اسخر كل امكانياتي، اخد كل العلماء بتوعي وكل الاطباء وكل الصيادله وكل الناس اللي عندها استعداد تكافح المرض متطوعين مصابين او غير مصابين، هيجي في يوم واحد يبص على الدبله اللي في ايده ويقول واللي في ايده مش اللي في صباعه، ويقول ده هي اتطلقت ونتيجه عدم اتفاقها مع جوزها، مش هنقول بقى ان الخلاف كبير، اتنين مثلا متجوزين ولسه ما خلفوش، او مثلا لا قدر الله ما فيش اي نصيب ان هم يخلفوا، ويا ترى عمرهم ما يزعلوا؟ اعتقدش انه الحاجات دي كلها هتبقى بالنسبة لهم قضية جوهرية قصاد قضيتهم الكبيرة اللي هي المجتمعية، مكافحة المرض، تحديث التعليم، الخطط التنموية لا حصر لها. بس لازم نزرع عند فكرة الانتماء لقضية مجتمعية أو قومية كبرى. الدليل عندنا من التاريخ محمد الفاتح. محمد الفاتح كان بيعاني من أزمة إنه أبوه كان بيفضل أخوه الكبير علاء الدين، فعلاء الدين أدى إنه أبو محمد الفاتح يجبر محمد الفاتح إنه يترك العرش وهو في سن 17 سنة، وهو كان أولى من أخوه. فالناس بقت تبصله ان هو حيطه قصير زي ما بيقولوا يعني حيطه مايل زي ما بيقولوا. فالموضوع ده اثر فيه وعمل له في وسط الناس يعني شوية قلة احترام. فمع ذلك توفى الاب وتوفى الابن الاكبر اللي من اجله خلع الاب الابن المسؤول بيه وخلى مكانه الابن المقرب ليه، وربطه امه. محمد الفاتح ربطه أمه بعد أن توفى أبوه. ولكن هذا الطفل الصغير اللي لم يدرك بعد قضايا قوم يعني أهمية القضايا المجتمعية أو القضايا القومية، قدر وهو في سن 22 سنة أنه يتملك ويفتح القسطنطينية، وحقق نبوءة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقال لما قال إنه نعم الجيش وجيشها ونعمل يعني نعم القائد الذي يفتح القسطنطينية. فها يعني ها ده مثل للإنسان المؤمن بالقضايا المجتمعية أو القضايا طيب يبقى إذن السبيل الوحيد هو التأهيل النفسي وتنمية الشخصية. لا سبيل للتقدم من دون تنمية الذات وتطويرها. مفيش أي حد هيقدر ينمي ذاته من غير ما يشعر أصلا بأهمية التنمية وضرورة التنمية.
طيب في الآخر إذا كلنا آمنا إن التأهيل النفسي وتنمية الشخصية هو العجلة المحركة للمجتمع، هتبقى فيه وحدة فكرية. الوحدة الفكرية هي اللي بتقضي على التوترات وبتقضي على اختلاف الأهواء والأمزجة، وساعتها بس الناس المختلفين هيقدروا. مشكلة كبيرة جدا في العالم العربي بالذات، عندنا ما فيش عندنا حتة تقبل الاختلاف. الرئيس الأمريكي أوباما لما طلع بعد فترة رئاسية تانية ناجحة، بعد ما كان يعني بيقول زي ما بيقولوا في العربي حمي الوطيس بينه وبين ميت رومني، رغم ان ميت رومني كان بيحارب على حاجات أوباما ما قدرش ان هو يعني يتضمنها، لان أوباما نوعا ما كان بيميل الى الإسلام، وكان أوباما كان ميت رومني كان دايما بيركز على حتة ان هو حسين أوباما وان هو متعاطف مع المسلمين، لدرجة ان هو كان بيهاجموا بفيديوهات كان عليها اللوجو بتاع الإخوان المسلمين، بيقول ان هو كله شك كله شك من ناحية أوباما في حتة ان هو مع المسلمين. طب ازاي الدولة اللي اتضربت الأبراج فيها على ايد القاعدة المسلمين يجي رئيس ليها على آخر الزمان يكون مسلم وكمان موالي للمسلمين؟ فكان الخلاف شديد بينه وبين ميت رومني، والناس كانت بدأت تميل لميت رومني. لكن أوباما عمل حاجات، عمل حاجة ما حدش قدر يعملها، يعني كلنا طبعا شفنا الإعصار الأخراني يعني اللي أطاح بأكملها في أمريكا، والناس كلها فسرته على إنه هو ابتلاء من ربنا نتيجة الفيلم المسيء. لكن في الحقيقة اللي الناس ما تعرفوش إن أوباما قبل ما يجي الإعصار ده ويدمر أمريكا كان عامل له احتياطاته. أوباما كان مجتمع مع عظماء العلماء في أمريكا، عرب وغير عرب، وعمل معاهم جلسة قال لهم طب لو حصل إعصار احنا عايزين نرتب الاولويات، لو حصل اعصار ايه هي الاولويات اللي احنا نواجه بها الاعصار؟ طيب يحط افتراض تاني اسوأ، اذا حصل الاعصار وما كانش في امكانية للاتصال، يعني اتقطعت خطوط الاتصالات، طيب اذا يحط دايما كان بيفرض افتراضات سيئة افتراضات سيئة افتراضات سيئة، دايما تحط افتراضات سيئة وانت في التخطيط، لكن وانت في التنفيذ تفائل. فهو حط افتراضات سيئة حط افتراضات سيئة والافتراضات، ولذلك لما جاله الاعصار وكان حاطط اوريدي الافتراضات قبله وكان اوريدي مخطط له قدر ان هو يجتازه والناس انتخبوه كده. انما ميت رومني ايه رصيده في الموضوع ده كله؟ لا شيء، انت واحد على الخلاف وعلى فلذلك سقط وسقط عن جدارة. اما اوباما هو كسب الموضوع وكسب الناس وكسب الرئاسة لفترة تانية. طيب لما الطب بتاعه قال ايه؟ قال ان امريكا دولة غنية ودولة عندها اكبر قلاع العلم في العالم، وعندها ما يكفيها، لكن احنا في الاخر امريكا مش ناجحة بسبب كل الكلام ده، امريكا ناجحة بسبب تقبل الاختلاف. واحنا لو نيجي للتحليل بتاع المجتمع الامريكي هتلاقي منه نسب متفاوتة جدا من جنسيات وديانات لا يمكن ان هي تعيش في مكان واحد. اذا كان احنا مثلا في مصر الناس كلها وقت ما تيجي بتوقع الدنيا في بعضها بتقول لك احنا مسلمين ومسيحيين، احنا مسلمين ومسيحيين قاعدين واقعين مع بعض، امال لو عندك 3 4 ديانات كمان كنت عملت فيها ايه؟ لو انت دولة زي دولة الهند كنت عملت ايه؟ مع ذلك الهند دولة متطورة ودولة دلوقتي بتصدر الطاقة النووية، رغم ان هي من اكبر الدول كثافة في العالم واكتر دي اكتر دولة في العالم فيها ديانات، ومع ذلك ما بيحصلش فيها الخلافات اللي بتحصل المجتمعات الشرقية ده، لأن احنا ما عندناش ثقافة تقبل الاختلاف، ما عندناش معقد الابتلاء الاجتماعي عندنا. فاحنا لما نعرف ان الوحدة الفكرية على قضية هي دي بالظبط اللي هتوصلنا ان احنا نقدر نتمكن من كل الخلافات، ونقدر فعلا نطبق الحاجة اللي احنا عايزينها اللي هي القضية بتاعتنا. طيب إذا كانت مصالحنا واحدة فبالنهاية الطريق واحد إن شاء الله، مش هنتعثر إن احنا نوصل له. طيب احنا سألنا سؤال، احنا قلنا ليه بيعتبر أعقل الناس أعذرهم للناس؟ لأن احنا يا جماعة ما نشأناش في نفس الظروف ولا في البيئة، انت مش عندك اختلاف ثقافي بين دولة ودولة، انت عندك داخل
للدولة اختلاف ثقافي. عندك الناس اللي في مصر اللي في القاهرة ما بيفكروش زي اللي في اسكندرية، اللي في القاهرة وفي اسكندرية ما بيفكروش زي اللي في الصعيد، اللي في الصعيد ما بيفكروش زي اللي في النوبة. فإذا الظروف واحدة والبيئة مختلفة، الظروف مش واحدة والبيئة مختلفة. عشان كده الناس اللي في القاهرة غير بتشوف حاجة نفس الحاجة برؤية تانية غير الاسكندرانية بيشوفوها. ونفس الموضوع القاهرة واسكندرية، الناس بيشوفوا الموضوع بطريقة مختلفة تماما عن الناس اللي في الصعيد بيشوفوها. طب يبقى معناه انه تقديرنا للأشياء مش واحد. في ناس بتقولك المجرم ده يستاهل الجرال، ده يستاهل، ده يستاهل، ده لازم ربنا ينتقم منه. مع ذلك في ناس بتلاقيها متعاطفة معاه. يعني معنى كده ان الاختلاف بيخلي الناس يعني يبقى في مساحات للرأي كبيرة، بس في ناس بتعذر وفي ناس لا بتلوم. طب معنى كده ان احنا لما لو انت لو شفت واحد بيسرق، معناته انه ممكن تفكر انه هو غني ومعاه فلوس وبيسرق حب طمع او طولة ايد؟ لا، في غيرك ممكن يفسرها انه هو جعان. فمعناته يا جماعة ان احنا يعني نبتدي نعذر بعض شوية ونبقى عقلاء ونبقى يعني حلماء مع بعض. عايزين نضرب مثل لبعض الناس اللي غيروا التاريخ من خلال تنمية الشخصية. الفرنسي جاك شيراك كان بيشتغل في مطعم اسمه هوارد جونسون، كان بيشتغل فيه، ما كانش المدير بتاعه، كان بيشتغل فيه يعني كان بيقدم وجبات للنزلاء او مرتاد المطعم ده، وكان بيرفع الأواني المستخدمة، وأحيانا ما كان بي كمان ممكن يطلبوه إن هو يرمي المهملات مثلا. فلما لما يعني لما أراد الله وجاك شيراك بقي رئيس لفرنسا، زار الولايات المتحدة، فقال في مؤتمره الصحفي: أنا من 40 سنة كنت بشتغل في مطعم هوارد جونسون، وعمري ما تخيلت ابدا ان انا في يوم من الايام هقف في البيت الابيض جنب رئيس الولايات في مؤتمر صحفي. محرر العبيد نيلسون مانديلا، مانديلا قعد في السجن 20 سنة في سجن افريقيا بيدافع عن اخواته السمر، كان بيقود التطوير بالنسبه له كان تحرير العبيد. كان قعد في السجن 28 سنة لحد ما أرغم يعني السائرون ضد سجن نيلسون مانديلا حاكم جنوب أفريقيا إن هو يطلعه من السجن. دلوقتي احنا ما نعرفش أصلا اسم الحاكم اللي كان سجن نيلسون مانديلا مين، لكن احنا كلنا طبعا عارفين إنجازات نيلسون مانديلا. المرأة الحديدية مارجريت تاتشر، مارجريت تاتشر كانت بتشتغل في محل البقالة بتاع أبوها كان عمدة المقاطعة، وكانت زميلتها في المدرسة يفوتوا عليها وهي بتكنس قدام المحل وبتنظف وبترتب ويقولوا لها يا بنت البقال. مع ذلك عمرها ما استحت وفضلت تحاول وتحاول تحاول 3 مرات او مرتين تفشل في يوم، لا 3 او 4 مرات تفشل ان هي تقدم في المحافظين، مجلس المحافظين. ومع ذلك فضلت نفسها طويل وتحاول وتحاول، وفي النهاية ما وصلت لأن هي تكون أول وآخر رئيسة وزراء إنجليزية تحظى بهذا المقام. وكانت تفتخر وبتقول أنا ابنة صاحب البقالة، يعني أنا بنت صاحب البقالة. عشان وكل ما تقول أنا بنت صاحب البقالة تفتكر زمايلها في المدرسة اللي كانوا بيعايروها وهم كانوا بيفوتوا وفي قمة الأناقة، وهي كانت تبقى واقفة بتكنس قدام المحل بتاع أبوها. ومع ذلك عمرها ما خجلت، ومع ذلك هي الست فعلا بيسموها المرأة الحديدية، وهي الوحيدة اللي أنقذت بريطانيا من أزمات قاتلة. كل الناس دي يا جماعة اجتمعت على ايه؟ على ان التطوير والتنمية والمبادرة والتصميم هم دول المفاتيح ان هم يبقوا في المكانة بتاعتهم. لو واحد فيهم كان اتراخى او تكاسل او تقاعس عمره ما كان هيبقى في المكانة دي. طيب لما بقى كل واحد فينا جواه حاجة بتدفعه دايما وبتقوله يعني انت دايما في تعاملك مع الناس بتبقى نفسك تحس من اللي قدامك ان هو حاسس بيك، لكن انت في نفس الوقت عمرك ما حسيت يعني عمرك ما طلبت الطلب ده من نفسك. لما بتيجي بتتأخر غصب عنك لزحمة المواصلات او
انت كمان ما بتبقاش راحم نفسك، بتبقى دايما عندك احساس باللوم ان فايت، وان اليوم النهارده مش هيعدي، وان وان وان. طب ما هو انت كمان يعني في علاقاتك في البيت، لما بتلاقي مثلا اب بيطلب من ابنه ان هو يكون بار، طب ما هو انت اوريدي لازم تبقى يعني انت في البداية كبداية لازم تبقى معاه اب مثال، مش هقولك اب مثالي، لكن على الاقل اب. تطلبش من ابنك او بنتك ان هي تبرك وانت معاهم معاك. والقصة الشهيرة للفاروق عمر بن الخطاب لما راح له اب بيشتكي من قسوة ابنه، فسيدنا عمر قال له خلاص زي ما سمعت منك خليني اسمع من الولد. راح فعلا لابن الراجل اللي بيشتكي وسمع منه، فرجع تاني رد على الاب الشاكي وقال له انت من عق ولدك. العقوق مش بس عقوق الأبناء، في عقوق الآباء. لما الأب يقسى أو الأم تقسى على الأولاد في آخر العمر بس يفتكروا إن هما كان لهم ولد وإن أو بنت، والأولاد مطالبين إن هما يحنوا على آبائهم، ده منتهى القسوة، منتهى الجبروت. لكن في الأول وفي الآخر دي عمليات إنسانية، عمليات إنسانية إنه نبقى مطالبين إن إحنا نحن عليهم، ومطالب زي ركن اساسي من اركان الايمان بالله. لكن في الاول وفي الاخر بنقول يا خلينا نبتدي من عندنا احنا، خلينا دايما نكون احنا كويسين. طيب نرجع تاني لموضوع التنمية. لما انت تنمي ذاتك وتطورها، هل الموضوع ده زي ما احنا قلنا بيحتاج ان انت تتكاسل او تتقاعس؟ لا، انت لازم يبقى عندك قرار حازم ونابع من جواك، وتصميم دائم، تصميم دايما مصمم دايما نفسك، ما تمشي للحال المايل زي ما بيقولوا. لان الناس يعني الناس اللي زي جاك شيراك ولا مارجريت تاتشر ولا مالديلا ولا احمد زويل ولا فاروق الباز ولا كل الناس دي عمرها ما تقاعست. ولا لو كان احمد زويل حس انه في حد بيرحب بيه وهو في امريكا احساس تاني غير احساس البرود او التجاهل او عمر ده ما كان هيغير فيه. ده واحد نازل امريكا وعايز يثبت ان في مصريين ناجحين، مش زي ما انتوا شفتونا في النكسة، لا احنا ناجحين ونقدر ننجح. لو واحد زي فاروق الباز بعد ما قدم 150 طلب وكان نفسه يشتغل وظيفة واحدة بس عشان يصرف بيها على مراته وعلى بنته الوليدة لسه، وكان نفسه قصر، كان زمان رجع مصر وعاش زيه زي اي واحد تاني، معيد في جامعة لا تتعلق بدراسته، كان زمان ما نسمعش حتى عن فاروق الباز. كل الناس دي يا جماعة فضلت تصاب يعني فضلت تثابر وعندها صبر. والآية الكريمة في سورة الكهف بتقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغطاء والعشي يريدون وجهه. انت طول ما انت بتصبر ربنا بيديك، طول ما انت بتسعى ربنا بيديك، لان انت عايز ترضي ربنا، وكمان ربنا هيرضيك. في احد السمر الامريكيين ده كان عايش في احد الاحياء الفقيرة جدا جدا جدا، وبعدين تحول الى المليونيرية، بقى مليونير. فسأله صحفي قال له انت ازاي بقيت مليونير؟ قال له والله انا بقيت مليونير بحاجتين، واللي يعمل زيي عمره ما يبقى فقير ابدا. قال له طب قولهم لي. قال له اول حاجه قررت ان انا ابقى مليونير، تاني حاجه ان انا حاولت ابقى مليونير. يعني هو ما عملش اي حاجه جديده، هو ما جابش اي حاجه جديده، هو قال انا قررت، يعني عنده قرار حازم وتصميم انه انا هبقى مليونير. على فكرة يا جماعة المثل ده مش أي مثل، ده مش أي كلام بيتقال. عندنا بيل جيتس، لو قرينا في سيرة بيل جيتس، بيل جيتس قرر إن هو يبقى مليونير في سن 28، وبعد ما وصل فعلا لسن 28 أو 26 عذرا يعني إذا كنت ما بفتكر التاريخ بالتحديد، لكن بعد ما وصل لسن اللي باقي فيه مليونير 26 أو 28 قال أنا ندمان. وبيل جيتس على فكرة يا جماعة ما كملش تعليمه، يعني ما دخلش تعليم جامعي، لحد يفتكر ان هو مثلا ما بيدف في جامعة او شيء، بالعكس هو ما كملش تعليمه، بس هو قرر ان هو يصبح مليونير في مجال هو حبه وهو متمكن منه، يعني استغل امكاناته احسن استغلال واستغلها بكفاءة. وبعدين فضل يحاول يحاول يحاول. دلوقتي احنا عندنا مايكروسوفت
الشركة المتصدرة في العالم. مين عندنا تاني؟ مايكروسوفت. كان في شركات في قبله، ولكن الشركات دي وقفت. عندنا شركة اي بي ام، دي كانت من اقوى الشركات. الشركة دي هي اللي كانت المنافس لمايكروسوفت. دلوقتي مين اللي بيسمع عن اي بي ام؟ لان اي بي ام وقفت عند مستوى معين، انما مايكروسوفت دايما بتتابع، ودايما بتشوف اخر ودايما بشوف اخر ما وصلت اليه الناس، وبتشتري منهم، بتبقى هي التوكيل الوحيد، وبتدعم الناس الموهوبين. يعني بيل جيتس كان من سنتين كان في طفلة باكستانية، الطفلة دي كان هو متبنيها ماديا وعلميا ولحد ما البنت دي توفت، ربنا يرحمها ويرحم العلماء. كان ماشي في جنازتها. فاذا ما تجيبش شركة وقفت عند مستوى معين لشركة دايما، ما تجيبش بني ادم دايما بيحضر مؤتمرات او ندوات او بيتابع او لواحد واقف محله. في مقولة بتقول ان غياب طوال قافة الوقائية الشاملة ازمة، ونكسة التنمية المتواصلة مصيبة. يعني ايه؟ انت عندك الثقافة الوقائية معدومة تقريبا في العالم العربي. واقرب مثل، اشهر الحوادث اللي بيروح فيها ضحايا من الاطفال للاسف في الحرايق بتكون نتيجة انعدام الثقافة الوقائية. الناس ما تعرفش يعني ايه لما بيحصل حريق، ازاي يعني يطفوا الحريق او ينزلوا الناس او يخلوا المباني. الناس ما بتعرفش اذا كان في اصلا من الاول ازاي المباني تكون مدعمة ضد الحريق. فكل دي في الاخر بتؤدي الى ازمات ومصايب بيروح فيها ارواح ناس. طيب اذا كان في مثلا حد بيهتم بالامان او سبل الامان او بيطور فيها في المباني وفي الناس وللعامة، ما كانش زماننا في ناس كتير ماتت زي عندنا دلوقتي. في وطننا العربي احنا دلوقتي بنطبق الوشة الامريكية اللي هي السلامة والصحة المهنية. في امريكا كانت بتطبق في السبعينات، في أمريكا كانت بتطبق في السبعينات. يعني معناها إنه فعلا يعني إحنا عايشين في انتكاسات للثقافة الوقائية، انتكاسات. طيب نبتدي شوية في مبادئ تنمية الشخصية. المبدأ الأول التماس الأعذار للناس. إحنا قلنا طبعا إن أهم حاجة عند البني آدم إنه يعذر. لكن إذا كان المثل القائل إن الكريم يلتمس لأخيه 70 عذر فإن لم يجد يقول لعلي لأخي من الأعذار ما لم أعثر عليه، واللئيم يبحث عن 70 عيب فإن لم يجد يقول لعلي لبغيضي من العيوب ما لم أعثر عليه. لو هو فيما معناه يعني بالمصري بيقول لك إنه حبيبك يتمنى لك يقول لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط. سيدنا معاوية كان بيقول لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها، إن شددوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها. المقولات دي كلها عشان خاطر نعرف منها إنه فعلا أهم شيء إنه الإنسان يعني النفوس ما تشيلش من بعضها. مش عشان شوية مينات هنبتدي نشيل من بعض ونزعل، لأ. مطلوب ان احنا نعذر بعض ونلتمس الاعذار لبعض ودايما نفكر لبعض. تاني مثل، تاني مبدأ هو الاقتداء بالقدوة الصالحة. ان انت تشوف بني ادم وتعمل زيه، بني ادم ناجح وتعمل زيه. ليه؟ لانه دايما هيديلك المثابرة، ودايما هيديلك القوة ان انت يعني تصبر وتثابر وتقول يعني شوف الانسان ده اتعرض في حياته لحاجات زي ما انا اتعرضت، ويمكن اكتر ويمكن اقل، بس قدر ووصل، لازم انا كمان اقدر واصبر. المبدأ الثالث هو السعي وراء اكتساب ثقة الناس. من لا يكون موثوقا لا يستطيع ان يكون محل احترام. فعلا اذا انت ما فيش عند انسان معناته انه عنده خلل في نقطة معينة، معناته انه ما عندكش ثقة فيه، معناته انه هو بالنسبة لك مش محترم. في تعامل الناس بعضها البعض مش الحب، مش معناته ان انت تتعامل مع انسان ضرورة بالضرورة تحبه، لا، لازم تكون تحترمه. ان الاحترام هو اللي بيجيب الحب. اذا ما احترمتوش مش هتحبه، واذا ما احترمتوش معناه انه هو في عنده خلل في شخصيته.
صورة من الصور بنوع من الأنواع. سبب الثقة عمره ما بيجي أبدا بالكلام، لا بالعكس، الثقة في الموثوق هي الصدق والأمانة. عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا رغم أن كفار قريش كانوا دايما بيكذبوه بيعذبوه بيعندوه، إلا أنه كان دايما عندهم اليقين أنه ما بيكذبش، وعارفين أنه هو رسول الحق، لأنه هم عهدوا فيه الصدق والأمانة واحترموه، وعلشان حتى من غير ما يأمنوا بيه ويسلموا برسالته كانوا بيلقبوه بالصادق الأمين. الصدق أصلا من تركيبات الإنسان، فالحديث الشريف اللي بيوصف فيه رسول المسلم في صدقه ويقول إنه من الممكن أن مسلم صار زاني، ولكن غير من الممكن من غير الممكن من المستحيل إن أنت تجده كذاب، لأنه هو أصلا متقي مفاتيح السرقة أو الزنا من خلال اتقاء مفتاح الكذب. هو اوريدي ما بيكذبش، الكذب هو مفتاح كل البلايا، فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. أما الأمانة فمش هنقول عنها غير كلمتين، الغرب الغير مسلم هو اللي رفعها شعار عنده honesty is the best policy، يعني الأمانة هي أفضل سياسة. المبدأ الرابع معاملة الناس على أساس مجموعة من القيم الموحدة، يعني ما تكلناش بمكيالين. الآية الكريمة بتقول في القرآن الكريم يا أيها الذين لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني مش زي ما أنت بتعامل زيد صاحب المنصب واللي سرق، مش زي ما بتعامل عبيد الفقير الغلبان، حرام. مش معناها إنه واحد يسرق إنه ويكون ابن ناس يتعاقب، معاقبش، وابن الناس البسطة أو الشحات اللي في الشارع يتعاقب. بالعكس، السرقة بتكون عاقبتها مضاعفة لما بيكون الواحد غني أو مش محتاج. أما لو واحد بيسرق فعلا هو مش محتاج، وفي وقت فعلا في مجاعة زي ما سيدنا عمر الفاروق عفى عن واحد كان بيسرق عشان جعان في وقت كان فيه هلاك في بلاد المسلمين، لازم احنا كمان يبقى عندنا حسن مراعاة للظروف وحسن مراعاة للناس. إنما أهلك لكم أنهم قالوا إذا سرق أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإلى آخر الحديث. والله إن لو إن فاطمة بنت محمد، ما قالش بنت النبي، لو أن فاطمة بنت محمد اللي هو برضو في الأول وفي الآخر بني آدم ومن مكة مثلكم، سرقت لقطعت يدها. طب ازاي يتأتى للبني آدم الإلمام بالمبادئ الأربعة؟ أول حاجة التدين العميق. التدين العميق إنه بيخلي في البني آدم حساسية ضد أي حاجة سيئة. كل ما البني آدم يبقى متدين ومؤمن بربنا، كل ما يبقى عنده نبل أكتر. تاني شيء التضحية والكرم متلازمان لا يفترقان. التضحية هي حاجة بتبقى جوه النفس الصافية. التضحية معناتها إنه الزكاة، الإنسان بيزكي عن حاجة بيحبها عشان ناس يخليهم سعداء، ناس هم أشد الحاجة أشد في حاجتهم ليها أكتر منه هو. التضحية معناها الكرم، والكريم اسم من أسماء الله الحسنى، والله سبحانه وتعالى أجزر العطاء للكريم في الدنيا والآخرة. الإنسان الزكي الكريم، مش الزكي عن النبي، الإنسان اللي بيزكي باستمرار لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه يكون أناني، لأن الأنانية معناها الإفراط في حب المصالح الشخصية. طب إزاي يبقى واحد دايما بيزكي ودايما بيعطي ودايما بيضحي باللي في إيده علشان يسعد غيره يكون في نفس الوقت أناني؟ استحالة، نقيضان لا يجتمعان. ثالث شيء الوعي الذاتي. انتشرت الكلمة دي مؤخرا في جميع الأوساط، الأوساط الإعلامية والأوساط التنمية البشرية. الوعي الذاتي هي السلف image أو الصورة الذاتية. معناتها إيه؟ يعني البني آدم بيشوف نفسه بصورة، الصورة دي هي اللي بتعكس عليه مدى السعادة أو التعاسة اللي بيعيشها في حياته. يعني أنت لو شفت واحدة قدامك جميلة وهي مش عارفة قيمة نفسها، أو مش مقدرة إن هي مثلا جميلة، أو إن هي متميزة في نقطة معينة، أو إن هي موهوبة، هتلاقيها دايما باستمرار عايشة في عيشة
يعني دايما نكد ودايما هم ودايما تبص لحالها وتقارن حالها بغيرها اللي ممكن يكونوا أقل جمالا أصلا. فالمشكلة فعلا التاريخية والحقيقية اللي بتواجه الإنسان على مدار التاريخ هي الجهل. بسبب الجهل كفر بالله تعالى والعياذ بالله، وعبد الصنم والحجر والشجر والأشياء والحيوان، كذب بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكذب بالرسل من قبل، وقتلوا وحوربوا. بني الإنسان كانوا بين بعضهم البعض، وكان مبدأهم في كده ومسعاهم القوة، كانوا يعني عايشين بمبدأ الغابة. إن لو احنا بدأنا نسرد في أضرار الجهل، يعني مثلا بالمثل البسيط اللي أنا ضربته، لو واحدة مثلا هي انت شايف ان هي مثلا جميلة وهي فعلا على مقدار من الجمال او ذكية وهي شايفة حالها، لأ ممكن تبتدي تدخل في علاقات هي اصلا لا تجوز لها اصلا ان هي تدخل فيها، لمجرد ان هي تثبت لنفسها ان هي مرغوبة حلوة او ممكن واحد يعني يستغل كل البراءة اللي فيها ويستغل الحالة اللي هي فيها اللي هو عارفها كويس، ويبتدي ان هو يعني ينزلق بها الى منزلق هي في غنى عنه. كل ده نتيجة ايه؟ نتيجة جهلها. فالقائمة اضرار الجهل تبقى لا تنتهي. طب احنا هنا بنوصل لايه؟ بنوصل في الاخر ان لازم كلنا نطبق الآية الكريمة اللي بتقول اقرأ. اول آية نزلت في القرآن الكريم، اول آية حكم بها الله على الكون ان يبدأ حياة جديدة ينتقل فيها مركز السيطرة من المال والقوة البدنية، اللي هو اصلا كانوا الناس بيقتتلوا عليه ايام الجاهلية، ومن الشرف والجاه والحسب والنسب، لحتى تكون في المعرفة والاطلاع والعلم. النبي الكريم ضرب لنا أروع المثل في إدراكه لتلك المعاني في غزوة بدر. إزاي يعني؟ إن هو كان بيقبل إنه لو عنده أسير بيقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المسلمين إزاي يقرأ ويكتب ويكون حر بعدها. إزاي أنت واحد بتعرف تقرأ وتكتب وعلمت لي 10 من الأطفال أو الصبيان يقرأوا ويكتبوا، أنت حر، اذهب فأنت طليق. طب إيه هو أخطر أنواع الجهل؟ أخطر أنواع الجهل زي ما قلنا هو إن الإنسان يجهل بذاته. لو انت عندك ميزة معينة مش مقدرها في ذاتك، انت اول واحدة تدفع الضريبة والمجتمع كله هيدفع الضريبة بالتالي، لان الكتير من الناس للأسف ما بتعرفش اصلا هي صح ولا غلط، ما بتعرفش هما عندهم يعني ايه نقط قوة ونقط ضعف. يعني ايه؟ انا ما اعرفش اصلا يعني ايه نقط قوة او ضعف، من كده مش هعرف استغل لا نقطة القوة بتاعتي وافيد بيها نفسي وافيد بيها مجتمعي، ولا نقطة الضعف عشان يعني اقويها واتمكن منها. دايما الناس دي بتلاقيهم متوترين في علاقة بين نفسهم وبينهم بين اللي حواليهم وبينهم بين ربنا، والعياذ بالله العلاقة بتبقى مشوهة، بتبقى يعني دايما حاسس ان هو عنده قصور، دايما حاسس ان هو مضطهد، دايما حاسس ان هو بيقارن نفسه بينه وبين الناس، دايما كفة الناس بتبقى راكحة. فالإحساس ده قاتل. طب احنا زي ما قلنا ان احنا نعرف ازاي نقط القوة ونقط الضعف، كان في مثل كان بيقول انه في ناس بتقول دايما انه لا انا اللي عندي يكفيني، انا اللي عندي يفيد. بالعكس، حتى لو انت بصيت للبني ادم العادي عنده نقطة قوة، هتقول لك فين ده بني آدم عادي. أظن بيبقى كل بني آدم عنده ابتسامة، ابتسامة جميلة ممكن مش زي ما بيقولوا. يعني حتى الناس اللي بيشتغلوا في تعامل مع الناس دايما، أو حتى الموظفين أو لو أنت عندك مصلحة متأخرة مثلا أو موظف مقصر معاك، وبابتسامة اعتذر لك فيها هتتقبل، هيحرجك بابتسامته وهتتقبل. طيب نضرب نقول قصة كده صغيرة عن نقطة القوة. كان في أحد مدربة البرمجة اللغوية العصبية، وكان بيتكلم في المحاضرة بتاعته عن نقط القوة والضعف. ففي واحد من الناس الغير مدركين أصلا لنقط القوة والضعف قال له طيب، هو بصراحة الكلام استفزه، هو مش بحاله يعني مش داري أصلا إن في حاجة عنده اسمها نقط قوة أو ضعف. فبيقول له طب ده الموضوع مهم قوي كده، وانا يعني شايف ان انا بني ادم عادي، طب اديني انت مثلا يثبت لي ان انا بني ادم عندي نقط قوة فعلا، وان انا مش وان انا اكتر من اني بني ادم عادي. قال له والله انت عندك ابتسامة جميلة ممكن
في يوم من الايام تأهلك وتخليك تبين. فالراجل خد الكلام ويعني ما امنش بيه، لحد ما فضل شايل الكلام بيدور جواه، لحد ما راح على البيت، فدخل على المدام تبعه فقال لها بصراحة ان النهاردة حصل لي موقف، انا حصل معايا كذا كذا كذا. فقالت له ايوه طبعا، امال انا ايه اللي مصبرني عليك، ايوه ابتسامتك حلوة. سبحان الله، طب الراجل ده قدر ان هو يغير من مسار شغله، ان هو قدر ان هو يقول لا انا لساني حلو وضحكتي حلوة واقدر اشتغل مثلا في قسم التسويق او في قسم العملاء، في التعامل مع العملاء. ففضل يعني متمكن، يتمكن اكتر واكتر من نقطة القوة بتاعته، لحد ما في يوم جرس التليفون بالليل اتصل بيه قالوا له يا فلان ابشر، انت الليلة اتعينت مدير للعلاقات العامة في الشركة. طب مش الشاب ده لو كان طبق المثل اللي بيقول انا اللي عندي يكفيني، كان زمانه فضل زي ما هو في وظيفة لا تليق بيه، ولا هو حاببها، ولا تؤهله لشيء. لكنه لا، فضل ان هو يعني اول حاجة حضر محاضرة تنمية بشرية، وسمع عن حاجة اسمها نقطة القوة، وقدر يوصل من خلال التطوير لذاته، من خلال المحاضرات ومن خلال الندوات والقراءات ان هو يعرف يعني ايه نقطة القوة، وكمان يطورها ويعمل عليها، لحد في يوم كل التطوير والتنمية اللي عملهم لشخصيته هو يبقى مدير العلاقات العامة. طيب نيجي لمفهوم الشلل الإنساني. يعني ايه الشلل الإنساني؟ الإنسان بيصاب بالشلل، مش الشلل العضوي الله لا يقدر ويحفظ الجميع، لا، الشلل الإنساني هو الشلل النفسي، لما تحس ان انت مش فالح في حاجة، ما فيش عندك حاجة، كل الناس بتحتقرك، حتى لو حطيت نفسك في وضع مكان حد انت دايما خسران، دايما حظك وحش، دايما كل حاجة سيئة عندك انت. لو كل الأعراض دي اتفقت على بني آدم واحد، ده بالطبيعي يعني الله لا يقدر، يمكن الشلل النفسي بسيط عليه، ممكن الإنسان يتنكس الله أعلم، يتطور لتطورات صحية في غنى عنها. قدامها شايفين ان هو العائق الأساسي، العائق اللي مسبب لهم الشلل النفسي، العائق المادي. هل العائق المادي مثل فعلا عقبة في سبيل ان الإنسان يطور ذاته او يعرف ذاته؟ والله التاريخ ضرب لنا أمثلة كتيرة لناس اتولدوا في ظروف أسوأ من الناس اللي بتقول العائق المادي، ولكن الناس دي ما يعني احنا زي ما قلنا التنمية ده قرار، قرار وصبر ومصابرة. انت لو قلت ركنت يعني الى الشماعة بتاعة العائق المادي وفضلت زي ما انت، وما فيش عندك قرار ان انت تتطور ولا تنمي ولا، طب خلاص ليه بتقول ان انت العائق المادي اللي عامل فيك كده؟ انت اللي عامل في روحك كده. لكن في ناس كتير بتتولد وهي من عائلات ثرية ومن عائلات مستويات، ومع ذلك ما بيوصلوش لحاجة. يمكن في ناس يعني أبناء ناس من بشوات ومن العصر من القرون الماضية ما نسمعش عنهم دلوقتي، الناس دي راحت فين؟ ما طوروش، ما عملوش، ومع ذلك عندهم فلوس وعندهم مراكز ابن خلدون دايما بيقول إذا جمع الإنسان بين الأمانة والمهارة فهذا لا يحتاج أن يعمل عند الناس. معركة الإنسان الحقيقية وكيف يتحول الإنسان إلى محارب بائع بارع. المعركة الحقيقية للإنسان هي معركته ضد أهوائه، مش معركته مع الأعداء. أكبر عدو للإنسان هو ذاته. دايما الإنسان اللي بيفوز هو دايما اللي بيكون عنده وصول إلى نقطة يعني التغلب على الأهواء والشهوات، وقادر إن هو يمنع ذاته من التفكير في الأهواء والشهوات اللي بتعطل من مسيرته. يعني مثلا لو واحد بيشتغل في شركة والشركة موفرة له هواه رايح ان هو يشتري عربية، وهو ما بيعرفش اصلا يسوق عربية، واصلا حتى لو عايز يشتري عربية لازم له اقساط، لان اي عربية مش هتبقى في متناول اليد. طب انت لو انت جبت عربية في الوقت الحالي هتنفعك في
في ايه. اوريدي الشركة اللي انت بتشتغل فيها او المكان اللي انت بتشتغل فيه موفر لك عربية، هو نفسه مشتهية ان هو يشتري عربية. طب هو لو قدر ان هو يتغلب على شهوته، او قدر ان هو يقتنع بالوقت الحالي بالتوصيلة اللي بتوفرها له الشركة، مش يقدر ان هو يمتلك المعركة الحقيقية فعلا بين نفسه وبين، يعني حتى في العادي، لو انت قدرت ان انت، ولو واحد مثلا بالمثل العادي، لو انت مثلا بتحب اكلة معينة والاكلة دي صحية فيها كميات كبيرة من الدهون او كميات كبيرة من النشويات، وانت عايز مثلا تنزل كم كيلو، رحت والتهمت الوجبة دي عمرك ما هتخس. لكن انت لو قدرت قلت خلاص انا اليوم هصوم، انا اليوم مثلا هاكل معلقة واحدة وبكل خالص، هتخس. فالتغلب على دايما على الأهواء والشهوات هو فيه راحة للإنسان. والحديث الشريف بيقول، هو مش حديث، هو معناه في مقولة لأحد الناس الصالحين، يعني بيقول إنه النفس البشرية إذا لم تستغلها بالحق بتشغلك، هي إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فدايما البني آدم حتى بيفهم اللي قدامه إذا كان عنده هذه الملكة ولا لا. يعني مثلا لو أنت بتشوف أكبر قائد عسكري مثلا بيعد عنده همة وعزيمة إن هو يواجه جيش، لو حتى كان عدد الجيش ده 100,000، لكن الراجل ده مهزوم قدام الحاجة اللي بيحبها، مهزوم قدام يعني والعياذ بالله سيجارة أو. فهل ده نقدر نقول عليه ان هو محارب بارع زي من الناس؟ طبعا لا، جلدك غير ظفرك. من خلال التربية اللي احنا اتربينا عليها للأسف خلقت فينا نزعة التواكل، التواكل اللي بيقدر على القرار اللي بيوقف عجلة التنمية. الإنسان المتواكل لا يساعد نفسه أبدا، فهو ينتظر دائما المساعدة من غيره ولا يكلف ذاته عناء السعي حتى. وطبعا اذا كان دايما بيقول لك ايه، الله كان في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، طب على عيني وعلى راسي. بس مش معنى كده ان انت يعني تخلق جواه انه عليك، بالعكس انت اول مره قدم له المساعده طريق، وبعد كده لازم هو يعتمد على نفسه، انت كده هتبقى ساعدته، مش ان انت تقف تتفرج عليه وهو في كل مره بيحتاجك فيها احيانا تتكبر عليه وتقول له لا لا، بالعكس. ما هي العقل البشري؟ العقل البشري هو هبة من الله سبحانه وتعالى، احنا ربنا ميزنا بالعقل غير بقية المخلوقات. العقل عامل زي الكمبيوتر بالظبط، كل ما بتزوده معلومات وتيجي تعمل لها بروسيسنج او عملية معالجة بتدي لك نتائج صحيحة. لو انت حاسب الآلي بمعلومات غير صحيحة النتائج بالطبع غير، اذا زودته بمعلومات خطأ او حاجات مشوهة او بالتالي المخرجات مشوهة، الافكار هتكون مشوهة، الكلام اللي بيقوله من فمه وخارج من عقله هتكون كله مشوه، وهيكون مش اللي هتحب ان انت تسمعه. طب بما انت المعارف كلها في العالم بتتجدد وتتسع وتتمعدل كل 10 إلى 15 سنة، طب ما احنا كمان يا جماعة لازم نفكر في عقلنا. اذا كان العلم نفسه الشيء المادي بيتطور كل 10 إلى 15 سنة، ليه ما بنزودش المعلومات المادية اللي في المخ؟ لازم نعمل عليها دايما تجديد واحلال. كمان العقل ما بيعملش من غير المعرفة، والمعرفة هي الاداة اللي بيعمل عليها في الدنيا من الافكار والمفاهيم. طيب خلينا نتكلم عن أول شيء، قبل ما نتكلم عن تنمية العقل نتكلم عن التدين الحقيقي ومفهوم التدين الحقيقي. التدين الحقيقي عند بعض الناس للأسف، كتير من المسلمين بيقولك إنه الدين المعاملة، لو أنت بتتعامل مع الناس كويس يبقى أنت متدين وممتاز، ولو أنت بتتعامل مع الناس وحش يبقى أنت إنسان مش متدين أصلا. وفي ناس بتقول ان الدين هو صفاء القلب، واللي يمتلك القلب الصافي ده خلاص ما فيش عليه ما لا غبار عليه. وفي ناس بتقول انه لا، الدين او التدين هو الاخلاق الحسنة والتعامل المالي المستقيم والنظيف. بس برضو في الاخر ما نقدرش نقول ان القيم دي كلها اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هو التعامل المعاملة الحسنة وصفاء القلب والاخلاق الحسنة والتعامل المادي، كل دي ما تقدرش ان هي
أي مقدار التدين عند الإنسان المسلم مثلا. ففي عبادات، والعبادات زي الصلاة والزكاة والحج والصدقة وبر الوالدين لا يستقيم الإنسان بدونها. يعني مفيش واحد يكون بيصلي وبيتعامل مع الناس كويس وما بيصليش ويكون بيتعامل مع الناس كويس ويقول لك عليه متدين، لا طبعا. وما نقدرش برضو نقول ان سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله سقاية. الحاج الحجاج وعمارة المسجد الحرام زي اللي آمن بالله واليوم الآخر، ولكنه لا يعدل الإيمان ولا الجهاد في سبيل الله. طب يا جماعة، احنا برضو ملخص الكلام اللي احنا بنقوله ده ايه؟ ان احنا نبطل نحكم على الناس، نبطل نقول ده فلان كافر، ده فلان ملحد، ده فلان، ده فلان، ده فلان، من غير اي وجه حق. كتير من الناس للأسف اللي احنا اللي بعض المتعصبين او المتشددين المسلمين بيصفون بالعلمانية والليبرالية والإلحاد ما بيقدموش غير آرائهم بس، وآرائهم دي بتكون ناتجة عن فهم من زاوية معينة منطلقة عن الدين لكن مش منفصلة عن الدين. لكن للأسف بتلاقي بعض الناس المتعصبة أو من قلوب الناس ليعرف ما في بطونهم نصب نفسه عشان يحكم عليهم ويشهر بيهم ويحل سفك دمهم. عندنا الكاتب المسلم القتيل فرج فودة، ده من محافظة. الراجل ده قدم آراء اختلف فيها مع بعض الناس وأدى بيه في الآخر إنه يحكم عليه باستحلال فتوى سفك دمه واعتبروه ملحد ومرتد. ممكن يكون، مش هقول ممكن يكون، ممكن يكون هو متطرف كمان في يعني في مناهضة الإسلام. يعني ممكن يكون قال حاجات كتير ضد الإسلام وأكتر من الشيخ حامد الغزالي رد عليه في الكتاب. لكن هل في النتيجة إنه ممكن تكون آراء بني آدم هي السبب في سفك دمه؟ الإسلام عمره ما بيقبل أبدا إنه في بني آدم يفقد حياته، بالعكس إن دم المسلم بيكون عند ربنا يعني شيء مقدس جدا، لا يجوز أبدا إن هو يتحكم عليه بالقتل بمنتهى السهولة بمنتهى البساطة زي ما حصل مع فرج فودة. فرج فودة اتقتل نتيجة إنه قدم أفكار كان بكل بساطة ممكن بدال ما ينقتل وتروح روحه ممكن ان احنا نقدم بيها الصورة الواضحة لكل الناس. فرج فودة كان لسان لناس كتيرة في اوروبا غير مسلمين بيقولوا نفس الكلام اللي هو بيقوله. نفس الموضوع بيحصل في الوقت الحالي مع بعض الناس، بعض الكتاب بيتهموهم بالعلمانية وبيتهموهم ان هم بينهضوا الاسلام وبيتهموهم وبيتهموهم. إذا دخلنا في دايرة الاتهامات الدايرة هتتسع وتوصل لأرواح الناس. قضية التربية، في كتير للأسف من الآباء والأمهات شايفين إن هم رسالتهم الأساسية يعني طموح إن هم يأدوا رسالتهم في توفير الحاجات المادية والشرب واللبس و و و و ذلك ما بيحسوش بأي تقصير أو أي مهتموش بأنه أو القيام بالدور الحقيقي للأبوة والأمومة إن أنت تغرس المبادئ. وللأسف إن المفهوم القاصر موروث، لأن المفهوم القاصر ما نشأش في المجتمع بليلة أو من خلال جيل واحد، لا ده متوارث من أجيال وأجيال. علشان كده احنا ليه بنقول التنمية ضرورة؟ التنمية ضرورة عشان نعالج القصور وعشان نعالج الفجوة وعشان الجيل اللي ما يتحرمش من حاجات احنا كنا اولى ان احنا نحظى بيها. طيب هنرجع تاني نتكلم عن تنمية العقل. احنا قلنا احنا اتكلمنا عن العقل بمفهومه واهمية تنميته. انا اخترت اكتر من نقطة حسيت ان شاء الله ان هي هتكون اكتر النقطة اللي بتغطي تنمية العقل. اول حاجة القراءة، ان الواحد زي ما قلنا اول كلمة نزلت على الانسان كلمة اقرأ، وان القراءة هي اللي ادت انه البني ادم يطلع من الهيمنة والجاه والنسب الى
الاطلاع والقراءة المثمرة. طب ازاي ان احنا نستغل القراءة المثمرة؟ ان احنا نشوف كاتب يكون كويس بيكتب، كاتب يكون بيكتب في موضوع هام، موضوع ديني، موضوع اجتماعي، موضوع سياسي، ويكون الكاتب بالطبع اذا كتب، اذا كان الكاتب يعني جيد في كتاباته، نختار كتاب معين يكون بيستهوينا. يعني مثلا اذا كنت بتدرس في مقارنة الاديان او الموضوعات الدينية او الموضوعات الاجتماعية او طار الناس المتميزة اللي بتكتب كلام يقنع العقل ويكون جامع فيه بين كل المبادئ الانسانية، وتبتدي تطلع منه نقاط، ومن خلال كل الملخصات والأفكار اللي عندك بتتراكم في مخك وبتعمل تحليل على المعارف الموجودة اوريدي على مخك. طيب تاني حاجة عذرا، تاني حاجة ممكن تطور بيها العقل هي الحوار. للأسف الشديد انه قبل الخريف العربي، انا دايما بقول الخريف ما بقولش الربيع، لانه حتى انا مقتنعة بتحليل السيد الفاضل طارق السويدان لما بيقول ان الخريف العربي هو اللي فترة سقوط الاوراق الصفراء اللي بيحل مكانها اوراق خضراء، فاحنا في فترة الخريف مش في فترة الربيع. لكن في فترة الخريف قبل فترة الخريف اللي أدى إلى سقوط الأوراق الصفراء، إنه الأمم عاشت في كبت، عاشت في صمت. كان بيقول إنه الحكم يعني دايما الحكماء العرب عندك بشار ومبارك كانوا عاملين عزلة بينهم وبين الكتاب والصحفيين والعلماء، لدرجة إنه الناس ملت من يعني حتى كانوا معروفين، الناس المناهضين للحكام كانوا معروفين أمصرتهم ايه، يعني مصيرهم ايه، اللي يفتح بقه كانوا عارفين بياخدوه، محدش بيعرف عنه حاجة تاني. كل ده كانوا بيقضوا عليه، بيقضوا على الحوار. الحوار انقضى عليه، الحوار أدى الراجل بيسكت المرأة والمرأة بتسكت البنات والأولاد يسكتون البنات والأخ الأكبر أصغر. في المدارس كمان كان في نوع من التلقين المستمر من غير أصلا، من غير ما تفهم، تاخد الكلمتين اللي بيقولوا لك عليهم وتكتبهم في ورقة الامتحان وشكرا، لا في اي تطبيق، لا في اي حتى سؤال، لا في اي استفسار. مش من حقك ان انت تستفسر، مش من حقك ان انت تعرف، مش من حقك ان انت تعمل اكسبيرمنت او تجربة. طب في الوقت اللي كان فيه المجتمعات بتتعامل فيه بدي، كان العقل فين؟ اكيد كان العقل مش موجود، لان دايما فوائد الحوار بتكشف ان هي بت الغمضة. لو انت بتتكلم مع فلان عايز تفهم منه حاجة، معناها انه النقطة دي غامضة عندك، معناها انه هو عنده كمان حاجة هيزلك بيها الغموض، والشرح اللي هو هيقدمه لك هيزيل به الغموض. يعني معنى كده انه عقلك هيتقدم له معارف جديدة، وكمان هيلغي الشعار اللي بيقول ان ما لدي يكفيني، اللي قلنا ان احنا لو ما لدي يكفيني يبقى مش هنوصل لنقطة القوة، يبقى هنفلك سر. اللي دايما بيقول يقول انا اللي عندي يكفيني، بتبقى دايما رؤية منقوصة او رؤية جزئية ما شافش بيها الحقيقة كلها. الافكار لا تنضج الا حينما تلوكها الالسنة في النظرة وفي الحوار. كلنا كنا بنسمع زمان على اسينا. اسينا كانت دايما عندها علماء بيجتمعوا في مكان معروف قدام العامة، بيتجادل فيها العلماء في جميع المجالات ويتحاوروا عشان يبنوا آرائهم ودراساتهم من خلال الموضوع اللي هما بيتكلموا عنه، وكان بيسمع لهم كل الطوائف. لحد دلوقتي احنا بنستفيد. يعني لما بتيجي تدرس مادة الفلسفة مثلا، رغم ان انا مش من الناس اللي بتحب دراسة مادة الفلسفة، لان القليل من الفلسفة يؤدي الى معرفة الله، والكثير من الفلسفة يؤدي الى الكفر بالله والعياذ بالله. الفلسفة بالذات يقول لك احنا يعني في علماء من ايام العصر الروماني والاغريقي احنا بناخد بكلامهم لحد دلوقتي. معناته انه لولا ان الحوار ده اتنقل في وقت من الاوقات والناس تداولوه بالكتابة، ما كانش هيقدر الوقت اللي احنا فيه في وقت الحاجة ليه ان احنا نستفيد بيه. يعني سبحان الله، الحوار هو حق معلن للتعبير عن الذات، وهو حق مكفول لكل إنسان لديه رغبات وأفكار ومقترحات في إطار الثوابت والمبادئ الكبرى. اتكلم حتى لو كلام مش عاقل، حتى لو كلام هيكشف بيه حاجة معينة جواه، لكن في الآخر نتيجة الحوار إنه هيبقى عنده فكرة. زي الشاب اللي كان
عايز بالله كان ملحد وكان بيسأل شيخ هو ازاي احنا مخلوقين من الطين ومع ذلك احنا نتعذب بالنار. ثالث وسيلة هي النقد. ثالث وسيلة لتجديد العقل هو النقد. النقد مش معناها ان انت تفضل يعني مستلم الناس تطلع فيهم عيوب وتتصيد لهم الأخطاء، لا بالعكس، النقد معناها ان انت تشوف الأمور بحيث ان انت تشوف فيها مساحات الخير والجمال والفضيلة والإبداع، ان انت تشوف الشيء ما ليه وما عليه، يعني مش بس تشوف اللي ما عليه السلبيات والمشكلات والفوائد، هو ده النقد الحقيقي. رابع وسيلة هي الملاحظة. الملاحظة هي الربط بين الأشياء، وللأسف إن إحنا بنشوف وبنسمع وبنقرأ لكن مفيش عندنا رابط بين دول، ولما بنيجي بنحاول نربط بينهم للأسف بنعاني، لأن إحنا يعني الملاحظة شيء لازمه التدريب. خامس شيء نظرتي إلى ذاتي. يعني إيه نظرتي إلى ذاتي؟ اللي إحنا سبق وقلنا عليها اللي هي السيلف إيمج. من اهم الاشياء اللي في حياه البني ادم السيلف ايمج. طب قبل السيلف ايمج الانسان للاسف عنده اهتمام اكتر بايه؟ بنظره الناس ليه. يعني دايما انت ما بتبصش نفسك على قد ما بتهتمش ببصتك على نفسك قد ما بتبقى مهتم ان الناس بتبص عليك ازاي. لازم اهتم، يعني لازم اعرف قيمه السيلف ايمج او الصوره الذاتيه قبل ما اعرف الناس بتقول إني ايه. طيب أهم من نظرة لنفسي ونظرة الناس ليا هو ايه؟ نظرة سبحانه وتعالى ليا. طيب خلينا نقول نرتب النظرات سوا مع بعض. نظرة، نظرة الله ليا. تاني نظرة، نظرتي إلى ذاتي، لأن من خلال نظرتي إلى ذاتي هحسن نظرة الناس ليا. نظرة الناس ليا إن أنا أعمل ايه؟ أبص دايما على اللي حواليا، أشوف القدوة الحسنة، دايما اشوف انا قدمت ايه ليخدم المجتمع بتاعي. هو ده اللي هيحسن نظرتي الى نظره الناس ليا. نظرتي الى ذاتي انه دايما اشوف نقط القوه ونقط الضعف. لما تبقى نقطه الضعف مثلا زي بني ادم يكون مثلا ملامحه ابويه او صوته رخيم او مش ده لو اشتغل ممثل يقوم بابداع في دور الاب، يعني معناته انه نقطه ضعف بس هو قدر يحولها ودرس فعلا نظرته لنفسه. الناس بعض الناس بتقعد تقول لك دي عيوب، بالعكس هو قدر ان هو يوصل العيب اللي الناس شايفاه فيه عيب لشيء يجيب له فلوس ويجيب له مستوى ويجيب له حاجات كتيرة تكون احسن بالنسبة له من معايرة الناس ليه. ازاي انمي نظرتي لنفسي؟ ان اهم شيء بيحسن النظرة دي هو الالتزام. الالتزام بيشمل الالتزام بعادات وسلوكيات ووعي محددة بتستقيم عليها نظرة الإنسان لكل اللي حواليه. في حاجة دايما بتقولك إن أنت موصلتش، إذا موصلتش يعني لحد دلوقتي للقاع لسه جاي في الطريق. التحسن قد يطرأ على أحوالنا، ولكن لازم دايما نقول إحنا عندنا قرار إن إحنا هنتغير. مش عايز أوصل للقاع، أنا عايز أوصل للقمة وافضل على القمة. الوصول للقمة سهل، الأصعب هو الحفاظ على القمة. ما بين طرفة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال. طيب تنمية نظرة الناس ليا من خلال ايه؟ احنا قلنا نشوف القدوة ونشوف كمان احنا بنقدم ايه لمجتمعاتنا. طب الناس يعني ايه نظرة الناس؟ لكل واحد يا جماعة بيتولد بيكون على جبهته علامة بيقول لو سمحت حسسني ان انا مهم. فدايما لما بيحصل اتصال بين الناس وبعضها بيبقى فيه ريسك اعترف بكياني وما تمرش بيه وانت منفض لي او ان انت مش حاسس. دايما لما بواحد يعني بيقبلك وبيتجاهلك انت بيبقى عندك انطباع ان هو شخص غير جديل بمعرفتك. فالانسان مهما كان مهم او عبقري او ناجح دايما بيبقى يعني ملهوف ان هو يعرف انطباع الناس عنه ايه. التشجيع في كتير من الأحيان بيؤدي إلى تفجير أفضل ما لدى الإنسان من طاقات كامنة. والمثل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الخلق لما كان دايما بيختار
اصحابه، او كان دايما بيشوف هما بيتميزوا بايه، وكان بيناديهم بيه. ابي بكر الصديق لانه كان من اشد الاصدقاء عليه، فسماه صديق، يعني من كثرة صدقه والتزامه بوعده مع النبي عليه الصلاة والسلام. الفاروق لانه كان بيفرق بين الحق والباطل، وهكذا. فدايما كان بيعرف مفاتيح الناس ايه، وكان بيناديهم بيه. طيب الروح، ما معنى الروح يا جماعة؟ انه للأسف ان احنا برغم الحضارة الإسلامية اللي احنا بتتكلم عنها، حضارات العالم القديمة والحديثة، لكن نقطة الضعف في اللي احنا بنعانيه في الحياة إغفال ما يتعلق بقضية الروح. قضية الروح تشمل قضايا صغيرة تعمل على ثقل قضية الروح، زي الوجدان، المشاعر، القلب. فأصبحت الحياة مادية بيطغى عليها الرتم أو النغمة المادية، أصبحت المشاعر أو الإحساس يعني يطغى عليها كل شيء مادي. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ننهض بالروح، عايزين الروح تنتفض، عايزين ننتفض بالروح. نتيجة ان احنا بنتعرض للتيار الشهواني الجارف اللي احنا بنفقد معاه كل يوم احساسنا وشعورنا، من هنا ظهرت أهمية انتفاضة الروح. الناس ازاي تقوم يعني بتقدير للحياة المادية وتترك المشاعر اللي هي أصل الحياة، تحول إلى آلة. الإنسان اللي ربنا ميزه بالقلب وبالعقل يتحول إلى آلة أو مادة. كان للأسف كمان إن في فهم خاطئ عند بعض رجال الدين، إن هم بينشروا فكرة الفصل بين الدنيا والآخرة، وبيروجوا كمان لفكرة الفصل فيها. فتلاقي دايما الخطباء في المساجد من نوعية بعض رجال الدين اللي هم فاهمين، يعني مترسخة عندهم فكرة الفصل بين الدنيا والآخرة، بيقول لك اختاروا ما بين الدنيا أم الآخرة. كنا يا جماعة بنقول إن الأصل إن المسلم ما بيختارش أيهم، لأن لا بيختار لا الدنيا ولا الآخرة، وبيختار الاتنين وبيفوز بالاتنين. والآية الكريمة بتقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طبيعي انت لو واحد معروض عليك فرصتين، فرصة ان انت يعني بتغتنم في الدنيا وتغتنم في الاخرة، عمر حتى يعني ما يعني عمرك ان انت تفرط فيها. طبعا انت ربنا وهبك العقل وتميز بيه، انه مادام مكسب في الاثنين ليه لا. كان حتى ربنا يعني بيقول لك يعني اللي بيعمل عمل خير ربنا بيجازيه في الدنيا في الآخرة، حتى ربنا بين الدنيا والآخرة. طب ازاي الناس اللي بتصدق بعظمة الروح تقوم بانتفاضة الروح؟ احنا لو عملنا لو قدرنا ان احنا نخفف سطوة التيار المادي، هتختفي المادية من حياتنا. طب نعمل ايه؟ اول حاجة ان احنا دايما نتكلم عن تنمية الروح واهمية تنمية الروح. نوزع سيديهات لناس من علماء او وعاء، او الناس اللي المسؤولة عن التنمية البشرية دايما بيتكلموا عن تنمية الروح. نقرأ لهم كتب روحانيات اكتر من الماديات. رابع وسيلة هو التشريع الصحيح للعبادة. للأسف في ناس كتير بتفهم التشريع الصحيح للعبادة على إنه هو التشدد في الدين. الناس اللي بتتشدد في الدين انجذبت عن الطريق الشرعي للعبادة، انجذبت إلى، بدل ما هم زي ما بيقول مثلا، بدل ما بيكحلوها جم يعموها، بدل ما هم يعني بيقربوا من ربنا، للأسف بدأوا يتقربوا إليه بأشياء لم يشرعها ولم يأذن بها النبي عليه الصلاة والسلام، مظنين ان هي بتقربهم الى الله. ولكن للاسف انه التعبد هو الاناقه، هو الرفاهيه الروحيه. للاسف الناس انه مش التشدد اللي هيحبب الناس في الاسلام، ولا التعبد، ولا بيحببهم في التعبد الصحيح. ازاي بتحس ان انت مرفه روحيا؟ يعني مثلا انت في العادي بتقوم بصلواتك في اليوم، فيها كتير كتير من النفع اذا قمت بيها وانت بزودت عليها مثلا قراءة ورد، او تقرأ قرآن قبل الفجر، او تدعي ربنا مثلا قبل الأذان.
طيب هنوصل، اسعى لمرضاة الله دائما، استحضر النية الصالحة. معلش لحظة واحدة، استحضر النية الصالحة في عمل مباح، لا تجادل في خصوص النجاح في المنزل أولا، حافظ على لياقتك البدنية، ولا تترك عادة الرياضة مهما كانت الظروف، لا تساوم أبدا على كرامتك أو شرفك، استمع للطرفين قبل إصدار الحكم، تعود استشارة أهل الخبرة، دافع عن إخوانك الغائبين، سهل نجاح مرؤوسيك. من فضلكم يا جماعة القايمين على الإعداد، هي دي النقطة اللي بعدها اللي هي ايه بقى؟ لا معلش يا جماعة، ماشي خلاص خلينا زي ما ليكن لك دائما أهداف مرحلية قصيرة، وفر شيئا من دخلك للطوارئ، أخضع دوافعك لمبادئك، طور مهارة كل عام. هنتكلم عن أهمية العمل في جماعة وأهمية تنمية الفرد في الجماعة. العالم دلوقتي يا جماعة بيتجه إلى الاعتماد على المجموعات في إنجاز الأعمال مش على الفرد، لأن تعقد المهمات في العمل الواحد ما بيقدرش يقوم به فرد واحد على قد ما بيقوم به بكفاءة وبإنجاز مجموعة. مع المجموعة بيرتفع مستوى الأداء وبترتفع الإنتاجية في العمل، ولكن إنه للأسف فيه ناس ما بتقدرش تبدع غير وهي بتشتغل لوحدها. المردود من هؤلاء الناس ايه؟ ان نهضة الامة في منتهى السوء. ومن هنا بنفهم انه لازم يبقى فيه تنمية لقيمة الفرد في مجموعة، ولازم ابراز دور الفرد في المجموعة، ولازم اقحام الناس للعمل في مجموعات. طيب تنمية العمل في جماعة، اول شيء حسن الاستماع والاصغاء لوجهة نظر الاخرين. انت لازم تسمع، لازم تسمع، لازم تسمع. ربنا خلق لنا ودنتين لكن خلق لنا فم واحد، فهم كل من طبيعة العمل ودوره في ذلك العمل. انت مش هتجيب واحد حتى مجموعة وتسيبه كده في مهب الريح، لا انت لازم تفهمه طبيعة العمل ايه ودوره ايه وهو مطلوب منه ايه، وتهيئه نفسيا. فهم الخلفية النفسية والثقافية لأفراد المجموعة التي يتعاون معها، يعني ما تجيبش ناس من أوروبا يتعاملوا مع ناس مثلا منغلقين أو ناس شوية يعني متشددين، لا ممكن تحط مثلا ناس أو من نفس النفسية أو بحيث إنه يتقبلوا بعضهم. الحرص على استشارة أفراد المجموعة في كل جزئية من العمل المشترك تحتاج إلى قرار، ان انت دايما مش بتديهم الاوردرات، مش بتديهم انت الاوامر يعملوا كذا ويعملوا كذا، لا انت بتستشيرهم، بتخليهم هم بيعمل يعني بتستفز فيهم الافكار الجديدة والمقترحات الجديدة، بحيث ان انت ممكن تبقى عندك خطة معينة هم يجيبوا لك احسن كمان من الخطة اللي انت حاططها او راسمها. الاعتراف بالخطأ ومحاولة التعلم منه. دايما لما بيبقى فيه مدير فعلا فعلا متفهم طبيعة المجموعة، بتلاقي كنت متعين بيه. الراجل استغرب جدا، قال له ازاي انا لسه مخسرك اصلا $1,000,000؟ قال له انا هعينك عشان تدرس للناس ازاي ما تخسرش $1,000,000. وهنا ما تصيدلوش الخطأ ولا سجنه ولا حتى طلبه ان هو يرد $1,000,000. قال له لا، ده انا هسيبك كده عشان تعلم اللي حواليك ما يخسرونيش ملايين زيك. اذا كنت انت واحد خسرتني مليون، امال لو دول وقعوا في نفس الغلط هتخسروني كام؟ اذا انت واحد ادار الموضوع بكفاءة، أدار الخطأ فيه ومش بس اتعلم منه، لا ده كمان علم الناس منه. عدم الإقدام على أي تصرف يجعل زملائه يسيئون فهمه، يعني دايما ما تتسرعش ان انت تستنبط النتائج، ما تتسرعش ان انت تخلي الناس تشيل من بعضها. عدم إفشاء أسرار العمل أو التحدث عن أشياء ليست من اختصاصه، يعني ما تدخلش حاجة شخصية في حاجة في الشغل، ما تدخلش غلطة في عملها في مجموعة ما أو في وظيفة أو في مهمة معينة أنت كنت معينه ليها
على الملأ. افصل دايما بين الأسرار وبين الشغل، لأن دايما لو بيكون الواحد حاسس ان هو مفيش أمان من اللي قدامه، دايما بيبقى عنده حذر، دايما بيبقى عنده تربص، ودايما بيبقى حالته النفسية مش مهيئة ان هو يشتغل في وسط الناس، لأنه إذا كان الليدر بتاعهم أو واحد من اللي إذا كان القائد بتاعهم أو زميل من زمايله بيتعاملوا معاه بالمنطق ده، طب ما الباقيين هيبقى كده، طب ده ازاي واحد هيشتغل، ازاي واحد هيبدع، ازاي واحد. المبادرة لتصحيح أي خطأ يصدر من أي فرد من أفراد الفريق وفق آداب النصيحة. يعني ما تتصيدش الأخطاء للناس، سيب اللي يتكلم يتكلم طالما في نطاق محترم، وطالما إن أنت هتقدم له النصيحة وهتوجهه. تحمل ما يحدث من تجاوزات وإساءات من الأفراد واحتسك عند الله، لأن دايما بيبقى لكل يعني لكل شيء بيبقى فيها نقاط ضعف ونقاط قوة. أنت كمان معرض إن أنت تتعرض لإساءة أو تجاوز من الناس اللي معاك، لكن انت دايما بفطنتك وبحزمك وذكائك تقدر تدير الموقف. اذا تعذر عليك الاستمرار ضمن الفريق فعليك ان تفارقهم باحسان وان تستر الزلات. يعني ما تطلعش تقول والله العظيم ده فريق، ده فريق ابن، ده فريق ده ما بيفهموش، ده ما بيعملوش. كل الكلام ده يضرك انت، ما يضرهمش هما. وفي النهاية يا جماعة أنا أكون يعني في قمة السعادة إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وبرحب بالأسئلة يا جماعة. إذا في حد بيسأل سؤال أنا برد عليه، بس أنا حتى الآن ما تلقيت أي سؤال. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا إن شاء الله. إن شاء الله أتواصل معك. في الأستاذة مي بتطلب محاضرة عن فن التواصل مع الآخرين ان شاء الله، وعدك في القريب العاجل ان شاء الله، بس اكون مادة علمية محترمة وان شاء الله يا رب اعمل حاجة عن فن التواصل مع الاخرين. في لوسي ليزا بتقول ازاي اكسب ثقة الناس. احنا قلنا من خلال الافعال ومن خلال التصرفات ومن خلال ان احنا يبقى عندنا ربط بين المبادئ وبين العبادات. يعني احنا قلنا الانسان اللي ما بيكونش محل احترام ما بيكون محل ثقة. دايما في مثل الانجليزي بيقول you don't have to love me to like me, I don't have to like you, but we have to respect each other. يعني دايما دايما نحن محتاجين للاحترام. اذا في احترام في كل المبادئ، اذا ما في احترام ما في اي شيء. في سؤال انا لسه الحين شايفته اسم من السيده منى الانسه منى النجم بتقول ازاي اخلي هدفي دائما متيقظ. اذا كان الهدف فعلا حقيقي هتحس انه متيقظ ولا لا. يعني بمعنى ايه؟ الهدف ممكن يبقى فكره بس لمعت على وجدان الانسان وتمسك بيها، اما اذا حسيت انه فعلا الهدف فضل معاك او مسيطر على تفكيرك لفتره يكون هو ده هدفك الحقيقي. فاول شيء عشان تتمسك بهدفك لازم تعرف اذا كان هو براق يعني ذو لمعه، واللمعه هتزول اللي هو فعلا هدفك الحقيقي. الهدف بيتوقف على الفايده اللي انت هتتقدم لك من الهدف. يعني اذا كنت انت انسان بتعمل في شركه وهدفك ان انت تترقى وتبقى مدير، ده هدف مش براق، ده هدف لازم تسعى له ولازم تتمسك بيه. وكذلك الام مثلا تتمنى ان هي تبقى ام ناجحه وان هي تربي اولادها وان 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 وان، ده هدف ان هو بيرتقي بيها، وهدف ان هي بتسعى ان هي تبقى فيه. يعني معناها ان في مجهود، معناها ان هو بالنسبه لها ان هي تشوف اولادها في صوره يزيدوها شرف ويقولوا ان ولاد فلانه بقوا متميزين، ده هيديها دفعه فمعنويا هتتمسك بيه. اما لو كان الهدف براق يعني مثلا زي الموظف اللي ضربنا بيه مثلا ان هو عايز يشتري عربيه ومفيش امكانيات والشركه اللي بيشتغل فيها موفره له مثلا مواصلات، فده بالنسبه له حاجه براقه ليها لمعه زي لمعه الحاجات الاكسسوارز او الاكسسوارات، وبتختفي بعد ما هتختفي هتعمل لها اوريدي ديليت، يعني هتتمسح بالفعل من الذاكره من غير اي مجهود. في سؤال من الآنسة عبير،
كيف يحافظ الإنسان على شرفه وفي نفس الوقت يتحمل ما يحدث من تجاوزات وإساءات من الأفراد واحتساب عذرا واحتساب ذلك عند الله تعالى؟ أليس في ذلك تناقض؟ وكيف يتسامح مع زملاء العمل في حالة حدوث إهانة ولم يتم الاعتذار أو حتى الاعتراف به؟ في البداية أن الإنسان بيحافظ على كرامته وشرفه وفي نفس الوقت بيتحمل ما يحدث من تجاوزات وإساءات من الأفراد. في البداية أنه الإنسان طول ما هو بيعمل أو طول ما هو بيختلط بين الناس معرض أنه هو يتعرض لإساءات وتجاوزات. ازاي ان هو يتحمل بيحصل من تجاوزات؟ الانسان مطالب ان هو يتحمل من ما يقابله من تجاوزات واساءات، والدليل انه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي فيما معناه بيقول ان المسلم اللي بيصبر على اذى الناس وبيختلط معهم افضل عند الله من المسلم الذي يعتزلهم. افضل مثل يعني يعكس الحالة اللي انا بقولها، ان الانسان اللي عايز يتقي شر الناس يقعد في بيته ويقفل على بيته، دي طبعا حاجة عمرها ما هتحصل، ومش مطالبين ان احنا يعني نعتزل في الارض، مطالبين ان احنا نعمر الارض، وعمار الارض لن يحدث بدون مخالطة الناس. انه الانسان بيحافظ على كرامته وشرفه طبعا، لان انت مهما واحد اتجاوز قدامك او اساء ليك عمره ما هيتجاوز درجة الكرامة او ان هو يهين كرامتك. انت هو تجاوزات او اساءات حاجات بسيطة يعني زلات، نقدر نقول عليها زلات. اما لو انسان تجاوز هذه المراحل وصل لمرحلة انه يعتدي على كرامتك او شرفك، في وقتها هو هيسيء لحاله، هو هيكسب غضب الناس، بقية الناس اللي حواليك في شغلك في بيتك في وهيخلق لنفسه عداءات. انت لو قاعد في مكان، لو ساكن في مكان وجارك اللي تحت معروف في الحي كله انه انسان سيء، غصب عنك لما تحصل لك اساءة الشخص ده مش هتلاقي نفسك لوحدك، هتلاقي كل جيرانك في الحي واقفين وراك بيرد عنك وبيرد عن كرامتك اللي هو اساء ليها. اذا مفيش، انما ان احتساب ذلك عند الله، احنا قلنا من البداية انه ربنا اوريدي بيبقى عنده خير. الانسان اللي بيختلط مع الناس بيحتمل اذاهم وبيدافع عن نفسه ان هو بيلجأ الى ربه وبيحتمي بالناس اللي علاقته بيهم كويسة، والامثلة اللي احنا ضربناها. فإذا ما فيش تناقض، إزاي يتسامح مع زملاء العمل في حالة حدوث إهانة ولم يتم الاعتذار عنها؟ أهم شيء إنه في ما فيش واحد معرض إن هو ما يتعرضش لإذاء، ولكن قلنا زلة أو خطأ. أما لو وصل الموضوع لمرحلة الإهانة فأنا لا، يعني أنا أو أي بني آدم آخر هان إذا لم يتم الاعتذار عنها، فمعناها إن الإنسان اللي غلط في حقه أو أهانه إنسان لئيم، وإذا هو تجاوز عن عدم اعتذاره معناها إنه يستاهل اللي يحصل له. فما معناه إنه لو حصلت إهانة والشخص اللي أهانك لم يعتذر ليك ولم يعتذر، ما فيش قدامك غير ان انت تلجأ للطرق او الوسائل القانونية، والا انت استنى الغلط والاساءات من كل الناس. اتمنى ان شاء الله يكون الرد بتاعي وافي. في حد كاتب الحروف اسمه مقبول، واحس اني مش مصر بعد ما اتخر مش مصر، يعني ان هو حاسس ان هو بيدفع ثمن ان هو حاز على تقدير مقبول. بس على فكرة أقول لك على شيء، تلات أرباع الناس اللي يعني أنا حتى نفسي تعرضت للموقف، تلات أرباع الناس اللي بيكون معاها تقديرات بتبقى ماشية بسياسة التلقين، إن هو بيحفظ الكلمتين وبيكبهم في ورقة الامتحان. صدقيني اللي بيقدر يتحايل وبيقدر إن هو يحصل على تقديرات بعد التخرج الجامعة العظيم، أو صدقني ربنا ما بيساويش ابدا واحد بيتحايل زي واحد مجتهد، يعني عمره ما بيساوي ابدا واحد تعب وفعلا حاز على التقدير بتاعه عن جدارة واحد قاعد يتحايل ويتفنن ان هو يعني يكسب الدرجات وترات. دايما حتى لو في انسان عنده ذكاء او ان هو عنده حسن استغلال او ان هو عنده يعني نقول مسميات كتير لا تليق ابدا بانسان مجهود وصله بس لتقدير معين، ان هو ما بيشتغلش، لا. وبعدين في حاجات من
الحاجات اللي ربنا بيساعد فيها، ومن أهمها الشغل. الشغل أو الوظيفة بتكون رزق من عند الله، وفي السماء كل وفي السماء رزقكم وما توعدون. في سؤال من الأستاذ محمد خليفة: من الناس الذين يستحقون الثقة، من الناس الذين يستحقون الثقة، وهل نصدق كل الناس وما نصدقهم؟ بالنسبة لجزئية من الناس الذين يستحقون الثقة، احنا قلنا اللي بيستحق الثقة، ارجع تاني للشرح ان شاء الله، الباوربوينت ان شاء الله الإدارة هي أمه بتنزله على صفحة الملتقى بإذن الله. ارجع تاني لجزئية ازاي نكسب ثقة الناس. هل نصدق كل الناس وما نصدقهم؟ هل نصدق كل الناس؟ مين من كل الناس اللي تتمنى ان تصدقهم؟ والله انا من وجهة نظري بقول انه اذا كان الانسان صادق فعلا وامين محل احترام، وانت اتعاملت معه او غيرك اتعامل معه وقال لك والله ده شخص محل للثقة، او من خلال افعاله هو نفسه معاك اثبت لك ان هو انسان محل للثقة، خلاص ممكن تصدقه. انما متى نصدقه؟ والله متى نصدقه؟ اذا كان هو صادق في كلامه كله صدقه في كل كلامه، اذا كان هو مش صادق في معظم كلامه اذا توخى الحذر والحيطة منه. لكن في كل الاحوال ما تصدقش واحد كذاب او واحد ما عندوش اخلاق او. الآنسة بسملة هي للأسف زعلانة، بتقول حضرتك بتتجاهل الأسئلة، ده رابع مرة أسألك فيها، إزاي الواحد يعرف هو على صواب أم على خطأ؟ طب والله أنا أسفة جدا، أنا يعني لسه حالا بقرأ الأسئلة، ومعروف إن الأسئلة تبقى في ختام المحاضرة أو بين المحاضرتين إذا كانت محاضرة طويلة شوية. بالنسبة للسؤال بتقول إزاي الواحد يعرف هو على صواب أم على خطأ؟ انا بس عايزه اسال، يعرف اذا هو على صواب او على خطا من اي ناحيه؟ في سؤال من السيد ابراهيم بيقول ازاي اتعامل مع منتقدين مع اني صح؟ والله اذا حضرتك شايف انك صح، وده اللي انا قلته دايما، يعني حتى في انتقاد دايما كان بيتوجه لشخص بيقول له والله انت صوتك رخيم، ده انت شكلك كبير، الشخص ده كان واثق ان دي ميزة مش عيب، وجهها ويستغلها ويقدر ان هو واشتغل بيها فعلا، ممثل في السينما، وقدر ان هو يعني يجبر المنتقدين ان هم يعترفوا ان هم فعلا آرائهم كانت الحافز ان هي تشجعه وتخليه يوصل في يوم من الايام للمكانة اللي هو فيها. فبذكاء الانسان او بحسن استغلاله ليها او باعترافه ان دي مش نقيضة فيه، هو اللي يقدر بيها يتعامل مع الناس. والله انت شايفني ان مناخيري كبيرة، وانا شايفة ان دي ميزة، يعني انا شايف انه شايف شايف ان انت مثلا شكل وش كبير، بس انا لعبت دور الام وانا غير متزوجة زي الفنانة امينة رزق. يقدر كل بني ادم ان هو يرد على منتقديه ويكسبهم كمان. في سؤال بيقول من حد اسمه اوكا: من هم الجديرين بالحب؟ احنا قلنا يا جماعة الجديرين بالحب هم الجديرين بالاحترام، لانه اذا ما فيش احترام ما فيش حب. الآنسة بس بسملة بتقول: هل أنت على صواب أم على خطأ موجود في المادة العلمية؟ أنا كنت بقول هل أنت على صواب أم على خطأ، بصف فيه الناس المشوشين أو الناس المترددين أو الناس المصابين بالشلل النفسي، ما بيبقاش عارف هو صح ولا خطأ على كل الأحوال، مش على حال معين. أتمنى أكون أفدتك، واتمنى يا رب اكون افدت الجميع، وان شاء الله اتواصل معاكم تاني من خلال صفحة الملتقى، وان شاء الله يا رب يجمعنا لقاء على القريب. اشوفكم على خير، مع السلامة.